هو انا طلقت اختك عشان بتخلفت كتير؟ هو انا ظالم للدرجه دي؟ انا طلقتها عشان خلفتها كلها بنات. انت عارف لو كانت جابت لي الولد والمرسب العباس ما كنت رميت عليها لمين؟ ممكن يا اخويا تاخد مني الواد ده لغايه ما اطلع له ببرونه من الشنطه؟ ولد ولد بسم الله ما شاء الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ولد الله بسم الله ما شاء الله الله اكبر الله يا حبيبي ما تعيط الله اكبر الله ايه ده؟ الواد ده طالع اسود في مين؟ لابوه وانا ابوه يا ولاد الحربيه الموبايلات يا ولاد الحربيه الموبايلات الموبايلات والله التروسيكل هو اللي سريع شوية وحكمك كده يا رضا بعيد يا رضا ليه طالع من تقريده؟ مالك يا مجدي في ايه؟ مش استلمت سنه بسببك؟ الله ما انت اولى بالسنه دي من الغريب. يعني ايه كنت رايحه عاره؟ ده انا شفت ايام سودا جوه السجن. يا عم بلاش غلبه بقى، ما انت خلاص الزجان دي، يعني كان حصل لك ايه؟ اتشردت وسمعتي ساعه. يلا يلا لينا قعده بعد الافراج. يا مجدي يا مجدي شغلانه الخطف دي مش لينا، كفايه السنه الاونطه اللي انت سجنتها. انت فكرك كده؟ اه هو ده الكلام. بص احنا نخلص النية ربنا وما نرجعش للخطف ده تاني، ونشتغل بقى في صناعتنا اللي اتربينا عليها، حتى عشان ربنا يبارك لنا في القرشين اللي هنطلع بيهم. انا استوعبت يا رضا، تيجي نقرا الفاتحة على الكلام ده؟ يلا. يا محلا حلوة يا محلا
جانوسه، مش هنا احسن في البيت الف مره؟ احسن طبعا، على رواقه كده ولا دوشه الكباريه. احنا هنا بقى نسهر للصبح بمزاجنا شديد قوي. يا مزاجنا شديد بالقوي، عفريت قوي. ايه ده يا راجل تستحي يخيبك راك؟ انت عفريت قوي. بيشوفني ولا انكر ما عرفش ليه الراجل ده طلع ملعب صحيح. أول ما يطلع أوضة النوم نقل عيننا. الراجل ده فيك لو ما يصارش أكتر من كده. ومين اللي قالك إنه هيطلع أوضة النوم؟ تراني. أروح. عينيا عفريت قوي. شديد بالقوي. ده هتطلع مع أوضة النوم. أمال جاي تطبخ بالإذن. لا يا عم دي هترقص. هاي يونس في بلاد الشوق، يا ولد الهلال بتونس بدموع العين، وانا سايب. هو الراجل ده بيسف ايه؟ وحش زي المعاده، لازم يسف له مضاد حيوي. Thank you.
الجمهوريه كان فيها اكيد عرضه والمدير هيطلب من بكره الصبح والحكومه هتلم عاطل مع باطل واللجان هتبقى مقفوله الطريق زراعه وصحراء. طب والفلوس؟ الفلوس خليها معاك انت شخص ليه مش مسجله وانا دول هتصرف فيهم. انا رايح لاخويا في كفر الدوار وانت قطر مصر اهو اركبيه وكن في مصر شويه لحد الحكامه تبقى سلامه. برضه. يا سلام والمشرفين وعمايلهم الصودا اللي كانوا عاملينها فينا دول كانوا بيضربوا فينا عمال على بطال يا رضا. ولا الكنس والمسح، الكنس والمسح ده قام. فاكره يا رضا تنظيف الحمامات؟ فاكره تنظيف الحمامات يا رضا للقرف ده بس؟ ولا يا اختي وانت قاعده كده لاقيه نفسك لقيطه، لا ام ولا اب ولا خال ولا عم، مقطوعه كده من شجره. امي يا اختي هتلني من فين جاز وكبريت خليها مولع في روحنا. خلاص خلاص مالك يا اختي، سمي سمي على ما اعمل لك الشاي. الواد ده طاير وانا سالت كنت يا لهوي. هو شخ عليكي هتتكسي يا بيت دلوقتي، الكحوله تنشف واغيره. وانت مش شغاله اليومين دول يا اختي؟ من ساعه ما ولدت وانا قاعده في البيت. شرحه يا اختي، انا كمان عطلانه بقالي فتره. اسكت يا بنتي يا رضا، انا خايفه الناس اللي انا كنت شغاله عندهم يشوفوا واحده تانية بدالي. امال فين الواد؟ على البوتاجاز. يا اسود، حد يحط الواد كده برضه على البوتاجاز؟ يا بنت حطها على الشغله صغيره. لا ده انت نيله قوي. بتي يا رضا تكسبيش يا اختي في اختك ثواب وتروحي تشتغلي عند الناس اللي انا كنت شغاله عندهم بدالي، بدل ما يجيبوا واحده تنقش مني الشغلانه. والناس دول كويسين يا اسماء؟ الا كويسين، ده انا كنت عايشه عندهم كاني عايشه في بيتي بالظبط. وبيتهم امان يعني؟ امان؟ امن من الاس. هناك يا بنتي في اوضه لوحدك مقفوله عليكي، بتاكلي احسن اكل، بتشربي احسن شرب، وممكن كمان جلال بيكسيكي. اه والله يا وهو يا اختي شهرين ثلاثه الواد يكبر اروح استلم الشغلانه بدالك وانت تكوني عملتي لك قرشين حلوين. ده انا عينيا ليكي يا اسماء. خليكي ليا صاحبه ملجا بصحيح، تنسطري دنيا واخره يا رب. نامي يا نوم العوافي، نوم العوافي يا رضا. خليكي يا اختي ريحتي قلبي. غطي يا بنت، ما تجيبي يا بنت الشنطه شيلها لك بدل ما انت معلقاها على رقبتك. لا اصلها بتدفيني. طيب تصبحي على خير. السلام عليكم. السلام ورحمه الله.
بقول لك ايه يا بنتي يا رضا، خليكي هنا، انا هدخل من الباب الوراني اصحي جلال بيه واعرفه انك معايا وهاجي لك طوالي. اوعي تتحركي من هنا يا رضا، ارجع الاقيكي مكانك يا رضا. ما تجيبليش الكلام يا رضا. لا ياه، العربية دي كل دي عربية. لا مؤاخذة، ها؟ جرى يا جدع انت مش تفتح. ما قلنا لا مؤاخذة، ها؟ لا مؤاخذة؟ اه يا زبالة يا قش يا زبالة. دي اليوم الاسود، ده اليوم الاسود على دماغك. ايه البنت يا دي ادب دي؟ ها انا قلت ادب؟ لا وانت عايز تربى. انت بلغت انت جايين على هنا، جايين على هنا. هاتها يا ابني. انت بتعملي ايه في الجراج؟ انا اللي قلت لها تستنى هناك ساعتك. وايه اللي انت عملتيه في عيسوي ده؟ دي جريمه. شايفه مثلا؟ ها؟ شايفه مثلا؟ شايف يا عيسوي، ومن حقك يا ابني تعمل لها محضر وتسجنها كمان، وممكن برضو ما تعمل لهاش حاجه، ويبقى كتر الف خيرك، لان انا محتاج لها. اسف يا باشا، انا عايز اعمل محضر يا باشا. ها؟ كتر خيرك يا عيسوي، وهو ده اللي انا منتظره منك. انت طول عمرك متسامح يا ولد، ودي حاجه كويس قوي يا ابني. يا باشا وانت كنت بتلف ورا الفيلا بتعملي ايه؟ بتتفسحي؟ لازم تعرفي ان الخطوه هنا بحساب، مش ابعديه خالتك هي. لما تشتغلي عند اللواء جلال ابو اليزيد يبقى لازم تلتزمي. يا جلال باشا، هي بس كانت سعادتك. لا كانت ولا ما كانتش، كان لازم تفهميها كل حاجة من الأول يا أسماء. فهمتها سعادتك. يبقى أنت كان لازم تحفظي كل اللي قالته أسماء بالحرف، وتخليكي جديدة مع الأولاد، ما يروحوش المدرسة إلا لما يأكلوا، ولو خرجوا بالليل لازم تعرفي هيروحوا فين وهيرجعوا إمتى. أنا هحطك أسبوع تحت المراقبة والاختبار، لو ما سيطرتيش على الولاد هتبقى وقعتك سودة. اديني بطاقتك عشان أكشف عليك. تكشف عليه سعادتك؟ إيه؟ معكيش بطاقة ولا عليكي حاجة ومخبياها؟ لا يا باشا، هكون مخبية ايه؟ ده انا صاغ سليم. ده انت حضرتك تكشف عني كمان وتعملي سونار. هنهزر؟ دلوقتي الولاد ينزلوا عشان تشوفيهم. خير. صباح النور. طبعا انتوا عارفين ان اسماء جابت بيبي، ولازم تفضل جنبه لحد ما يكبر شويه وتفطمه. عشان كده هي جابت لنا. انت اسمك ايه؟ رضا. ايه؟ رضا يا باشا. رضا، اسمها رضا. انا عارف ان انتوا ولاد مؤدبين وبتسمعوا الكلام، ومتاكد ان رضا دي مش هتشتكي منكم ابدا. يلا رضا
استلم الاولاد وانت يا دينا وبيشوف لها اي حاجه تلبسها من هدومك بدل تيه اللي انت لابساه ده. ورايا اسمع. يا خالد شهرين من غير دادة في البيت ده انا كنت هتجنن. والله يا فندم دي بقت مشكلة كل البيوت دلوقتي. لا يا خالد انا مشكلتي اعوص، اصل انا اتجوزت كبير شوية وربنا كرمني بست عيال عفاريت جم ورا بعض يهدوا اجدع جبل، ومرات الله يرحمها خلعت بدري قوي. ساعات كتير يا خالد ما بعرفش اتصرف مع الاولاد خصوصا لما بيكونش فيه دادة في البيت، انما ربك سبحانه بعت لي الدادة الجديدة دي عشان تشيل عني كتير. وسعادتك سألت عليها ولا لا؟ اسأل عليها ده ايه؟ ده انا ما صدقت انها جت. هو حد بيلاقيهم اليومين دول يا ابني؟ وبعدين هي تقدر تعمل معانا حاجة؟ ده انا كنت اجيبها متعلقة هنا. بس سعادتك هتسيبها في البيت يعني لازم تبقى مطمن. ما انا اخدت البطاقة بتاعتها. بالمناسبة يا خالد صحيح، خد البطاقة اهي اكشف عليها احوال مدنية، ولو ان حس الامن بيقول ان البنت دي نظيفة. تمام سعادتك يا فندم. في جديد يا ايمن؟ خلاص المتهم اعترف بكل حاجه سعادتك. قال ايه؟ احسن سعادتك تسمعه بنفسك. ها قول يا سيدي، سمعني اطربني. انا اللي سرقت يا باشا. والاكل؟ انا برضو اللي قتلت ست عيال. ما كانوا ست عيال؟ ايوه سعادتك ست عيال يا حيوان. ماشي كمل، ايه اللي حصل بالظبط؟ الراجل ده انا مراقبه بقالي مده وعارف ان مراته ميتها وعنده ست عيال وقاعدين في الفيلا لوحدهم. مراته ميتها وقاعدين لوحدهم؟ الراجل قعد شهرين بيدور على شغاله، وطبعا سعادتك عارف ان محدش لاقي شغالين اليومين دول. عارف كمل. بعت مراتي تشتغل في الفيلا عن طريق الدادة اللي كانت بتشتغل عندهم قبل كده. البواب. ما تفرقش،
كمل. الراجل شافها ما صدق انه لقى شغاله وراح مسلمها البنت امبابه. طبعا من غير ما يسال عليها ولا يكشف في الداخليه. ازاي يا باشا؟ ده اول حاجه عملها خد البطاقه وعمل لك فيها ناصح وقال لك هيكشف عليها احوال مدنيه. بس احنا خطتنا كانت اسرع منه. من اول يوم المدام حطت لهم منوم في الاكل. من اول يوم على طول كده؟ اطروا الحديد وهو ساخن يا باشا. البيت هادي مفهوم في الشغل وكل حاجه مية مية. خلص. رحت انا بقى على الفيلا وفتحت المدام مرات يا باشا ودخلتها وقلبتها ما خليتش فيها اشياء. وانا خارج البنت الصغيره قامت. لوشي انا عارف بقى اسمها كان ايه. كمل كمل. صرخت وصحتهم كلهم. لوشي تكملها والمنور. الواد الاجزاد الله يخرب بيته بقى. غشني يا باشا غشني. ما طولش عليك. ايوه ما طولش. خلص. سحبت السكينه ولفيت عليهم واحد واحد ودورت فيهم الدم. ولا واحد فيهم قوم ولا حتى قاتل. ما كانوا متخضرين يا باشا وبيتطوحوا. الظاهر الواد الاجزادي كان لسه عنده شويه ضمير. ده انت اللي ما عندكش ضمير يا كلب يا حيوان يا كلب. انت في البيان انت ايه؟ ما عندكش قلب. ما هم عرفوا عليا يا باشا وكانوا هيبلغوا عني. يعني يرضيك يعني اروح في حديد؟ لا ما يرضيش. ايمن اقتلوا على مرجعك. يعني الظروف هي اللي اضطرتني اشتغل دادا. اول يوم اصحاب البيت راحوا على شغله شويه ولقيت الراجل رجع البيت من غير مناسبه. ولما سالته ايه اللي رجع سعادتك قال لي نسيت المحفظه. وبعدين قال لي اعملي لي كوبايه شاي بفتله. بعدها على طول لقيته اعتدى عليا. نكتفي بهذا البرنامج. انت اللي اسمك رضا. رضا مع فاصل من الموسيقى الخفيفه. خير يا باشا؟ الولاد فين؟ انطعي فين؟ ولاد سعادتك في المدرسه لسه بدري على ميعادهم. ما انا عارف بس اصلي نزلت بدري شويه النهارده ما لحقتش اشوفهم وهم رايحين المدرسه. اه هو ده بقى اللي رجعك؟ وكنت كلمتني في التليفون وانا كنت قلت لك. ما هو مش هو ده اللي رجعك. امال ايه اللي رجعك؟ اصلي نسيت المحفظه. ايه محفظه؟ ليه يا بنت بتهبني ولا ايه؟ يلا قولي انتي متجوزه؟ ها؟ لا سعادتك. مخطوبه متكلمين عليك حاجه كده يعني؟ هو في حاجه يا باشا؟ رد على قد السؤال. ابص انت يا باشا. ابص انت يا باشا. يا بنت انا قلت لك حاجه. يا بنت انا بسالك كنت بتشتغلي فين قبل كده؟ في بيوت برضك يا باشا. بتعرفي تطبخي؟ طبعا يا باشا. هما كانوا في دار الايتام يعني كانوا بيعلمونا اقتصاد منزلي. نعم اسمه اقتصاد منزلي. والله حضرتك يعني الحكومه واضرب اي حاجه في اي حته يعني. طب يلا غوري اعملي لي كوبايه شاي على ما اجيب المحفظه. يلا. لا يا باشا لا يا باشا مش هلا اعمل شاي يا باشا. وشويه شويه تقول لي من ابو فتله. لا يا باشا من ابو لا دي مجنونه رسمي. انت مني ليه مشوا العلقه
مش 10 زيها. دي رتبت كل حاجة زي ما كانت، يبقى ما مشيتش. بكرة تمشي زي اللي كانوا قبلها. اصحوا! الله، انت لسه ما روحتيش؟ ومش هروح. انت جامدة بقى. هذا شكلي كده. طب والله كويس انك قلتي. وعشان تبقوا فاهمين، من هنا ورايح لا في شقاوة ولا تنطيط ولا فرقعة ولا الشغل بتاع الصبح ده خالص. ها؟ هايل، ده انت عايز تعملي عيننا كبيرة بقى. كبيرة؟ اصل انتوا ما تعرفونيش، انا ما يهتنيش وقت عيال زيكم. عيال؟ اصحوا، ها؟ اصحوا! مش شايف نفسه ابد يا حاسب لا وقع في الغلط ولا بموت. لعلمكم انتوا بس اتكترتوا عليا، لكن انتوا ما تعرفونيش. بلاش كلام كتير، خلينا ناكل عشان نفضلي. يمكن تكون مستعجله ولا حاجه. انا بقول 220 فولت على خفيف يرجعولها عقلها. لوزي روحي هاتي لي مقسم الدر. لا 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 بلاش شعرها، شكله حلو. فاكرين التقسيمه دي هتخوفني؟ انا سايباكوا بس لغايه ما تجيبوا اخركم. طب شويه بس اما نشوف هنعمل معاكي ايه. احسن حاجه نعملها نقطع لها لسانها. ايوه زي ما عملنا مع عيسوي. انا بقول نرميها كده وهي مكتفه في اي شرابه. ما بخافش بابا. يوتيكو خدي لي مني انا وانا كمان. ثابت؟ ايه؟ في ايه؟ تصور يا بابا كانت جعانه وما اكلتش اي حاجه من الصبح. مسكينه شاديه. دودو رضا. وايه الحنيه اللي انتوا فيها دي وكمان بتاكلوها بقها؟ يلا هذا كرم على اوضتك. انا مش كرم انا كريم. يلا هذا كريم على اوضتك. انا مش كريم انا كرم. يلا يا اولادي يلا منك له كل واحد على اوضته واقعدوا ذاكروا بلاش كلام فاضي. ايه انصرف. السعادة في الزومي. أنا الطب يا باشا. اسمك ايه؟ ولا حقيقي صفاء. لو ليه صفاء هو ليه البنت المنحرفة بأخو الأهدى أولي من دول؟ رضا انت رضا. ايه يا باشا؟ انت يا بنت رضا. انا شغلتك هنا رضا عشان انت جايه من طرف اسمى. انما تلعبي بديلك تتصرفي اي تصرف مش قد كده. العب بديلي بس ازاي يا باشا؟ في حد يلعب بديله مع الداخليه؟ ده انت كنت جبتني متعلقه. ايوه تمام. ولازم تعرفي ان اهم حاجه عندي الامانه. الايه؟ الامانه. روح هات لي النضاره من التلفزيون. قولي لي يا رضا الولاد عملوا معاك شغب ولا حاجه؟ ولادك دول يا باشا استغفر الله العظيم دول ملايكه مرهم حروق يبوس عشان السخونيه. انت عارفه يا رضا ان انا مشغول جدا في الوزاره عشان كده مش واخد بالي من البيت ولا الحاجه اللي في البيت ومحتاج لحد امين يقوم بالمهمه دي. الله يكون في العون يا باشا. ده غير ان الولاد عفاريت وعشان كده عايزك تستحمليهم. استحملهم عشان خاطرك يا باشا. تفتولي حاجة؟ لا يا باش نستحمله. ما هو ده اللي أنا كنت منتظره منك. جلال بيه. إيه فيه؟ نضارة بس. ماشي. جلال بيه. الفلوس دي وقعت منك. إيه ده؟ لقيتهم فين دول؟ لقيتهم هنا. برافو برافو برافو. Thank you.
تقولي صحاك هنيجي معاك. تيجي معايا ده اشمعنى انت؟ هتصدقوا وانتوا بتتكلموا دي حاجات للكبار بس. طب ما احنا كبار. اسمعوا كلام بقول لكم. طب هات لي مصاصه وانت جاي. حاضر. وانا عايز شيبسي. ماشي بس خشوا ناموا. الحكايه عيلت كده وبقت كوجو وان ما كنت جيت. انت جبتها ازاي يا بوب؟ بالتليفون. نمرتها كانت على موبايل بابا. بابا كل ما بيعوزها بيبعت لها مسج. انا بشوف. طب وبعدين هنعمل ايه بقى بعد ما جت؟ زي ما باباك بيعمل. وانا اعرف منين بابا كان بيعمل معاها ايه؟ احنا بنبقى مسافرين لما بيجيبها. ايه ده، هو كان بيجيبها من ورا مامتك؟ طبعا. يلا بقى. حاضر يا طنط. طنط انت بتقولي طنط؟ امال انا لحضرتك ايه؟ خد يا دي، انت اسمك ايه؟ اسمي رؤوف. وانت يا مساوك، انت يا ابو نضاره؟ اسمي بوجي. بوجي خلاص قولولي طمطم. هاي يا طنط. وطلباتكم ايه بقى ان شاء الله؟ هو بابا لما كان بيتصل بيقول لك تيجي واحنا مسافرين، كنتوا بتعملوا ايه؟ وانتوا جايبيني هنا عشان تعرف بوك كان بيعمل ايه؟ خد يا اه تكون امك هي اللي وزاك. لا والله، ده هو مسافر هي وبابا. طب ما تخلصونا بقى يا دي النايبه. دي نخليها ترقص لها زي ما بيعملوا في الافلام. انا مش هتحب الرقص يا اخي، انت زهقتني. بقول لكم ايه؟ ايه انتوا هتدفعوا كام ولا اقول لكم يتعمل بيه ايه؟ فلوس يعني؟ امال يعني ملبس؟ ما معناش فلوس يا دي الخيبه على الليله اللي اتضربت. انا ابوك ده همرمطه لما اشوف. لا والنبي يا طنط. طنط طنط تاني؟ ده عالم سمسم اللي انا فيه ده. طب ممكن ناخد مع حضرتك صوره بالموبايل عشان ننزلها على الفيسبوك؟ اه مش كده تحب الفيسبوك يا عم. يا اخي انت زهقتني، انت معارض في كل حاجه واحنا ايه في كفايه. شوفوا بقى يا حلوين، طالما انتوا معكوش فلوس تدفعوا انا هاخد الموبايلات. هيا يا حلوين، مين هيديني موبايله الاول؟ بنت مين؟ بس يا وليه هتلبسك قضيه، ما بتضحكي على العيال وتعلقي موبايلاتهم وتقلبيهم. لا بقول لك ايه، انا ما احبش اللي يعلق بيني الشغل. شفتي ظنيتي فيا زي ظن البطال؟ امال انت مين؟ بقول لك ايه، يلا لمي حاجاتك كده واتكلي على الله، مالكيش لقمة عيش هنا. لا يا حبيبتي، حقي مستحق الاول وانا اتكل على الله. ده انا اعمل لكم جهه هنا في المنطقه وعلى البلوتوز. اوي اوي. بقولك ايه يا اختي، ما يغركيش الوسط والقطتين دول والكرتون اللي انا لابساه ده. بت عارفه الواد الصغنن اللي هناك ده؟ ده اه يا اختي، ده ابو لواء شرطه. ايه لواء؟ بجد لواء جدا يا اختي. ايه رايك بقى يا قطه، تحبي نسيح ونلم علينا الخلق ولا تحبي تلمي الليله؟ ولا انت مش عايزه تتلمي؟ لا مش هتلم، هتبعتر. وانا بقى هبعتر. يا بنت حركة جوه الفيلا. حركة ايه؟ ده بوجي يا حبيبي تلاقيه نايم من بدري. امال ايه الخيال اللي انا شفته ده؟ ده خيالك المريض. تفتكر يعني بوجي بيخلينا نمشي ويجيب ستات جوه الفيلا زيك؟ هو انت مفيش فايدة فيكي، انت بتفكريش غير في الموضوع ده. الناس نايمة. طب خلاص تخش انت الاول. انا بفكر اقوله، بس برضو بقول في نفسي الواد رؤوف ده واد جدع، ومادام هو جدع وراجل يبقى مش هيخش معاكي في اي معارك بعد كده، يبقى انا كمان لازم اطلع جيركن ما. قصدك جنتلمان؟ شنتن ما جنتلمان شنكل ما جنتلمان. يقعد ما تخنقنيش بقى. انت
فين يا رؤوف؟ في الحمام. في حد؟ لا يا حبيبي مفيش. اتفضل انت على اوضتك. تصبح على خير. ثابت عليك ولا ايه؟ لا بس كنت افكر اضرب لها مقلب جديد. قشطه. بس يا ابني بس يا حبيبي بس بس بقى يا ابني بس تعالي هنا ليه؟ الجهاز بتاعنا قوم. انت ما بتسمعش ولا ايه؟ انا مش بكلمك. شايف يا جلال باشا؟ المدرس بتاعه حذره اكتر من مره، لكن ده ما بيسمعش الكلام. حتى لو كان زميله اثاره او نرفزه ما تبلغش بيه الدرجه ان هو يكسر الكمبيوتر، كان لازم يشتكي للمدرس الاول. تمام تمام سعادتك. والله يا سياده المدير انا نبهت عليه كتير وقلت له صراحه مش عايش شغب في المدرسه، واوعد سعادتك انه لو عمل اي حاجه تاني ارجوك تبلغني بيها على طول. للاسف يا جلال باشا انا في المره الجايه مش هبلغ سعادتك، انا هتاخد اجراء في منتهى الحظ. أنا حرفده في الحال من غير ما أرجع لك. طب ممكن يا سيادة المدير أنول الشرف وأقعد مع سعادتك على انفراد في المكتب عندك كده شوية؟ كاظم والدته الله يرحمها ماتت وهو في حضنها،
وده السبب انه رافض الكلام من ساعتها وبقى عصبي قوي. الاخصائي النفسي اللي بيتابع حالته طمنا وقال انه ممكن يتكلم، عشان كده انا برجو سعادتك تستحملوه شويه لان ابني محتاج معامله خاصه. يا جلال باشا، بصراحه احنا هنا في المدرسه بنبذل اقصى جهد، بس في البيت، في البيت الولاد محتاجين لعنايه اكتر، لرعايه اكتر. بصراحه الولد مش بس اخلاقه اللي بتسوء، لا ده مستوى التعليمي بيقل. وانا يا سياده المدير بقعد في الشغل طول اليوم، طبيعه عملنا. انتوا فعلا في جهاز الشرطه مش ملك نفسكم. طيب دي سعادتك قلتها بنفسك اهو. طيب احنا في المدرسه ان شاء الله هنحاول ان احنا نبذل جهد اكبر ونقوم بالدورين، دور المدرسه ودور سعادتك. بس انا بنصح انك تقرب الولد منك شويه، تخرجه معاك، تجيب له هدايا، ده على فكره هيقربه منك وهينسيه احساس المرير بفقدان والدته. اوعدك اني هحاول اعمل بالنصيحه. أنا عارف إنها وحشتك، على فكرة هي وحشتني أنا كمان، وحشتني أوي، رغم إنها عملت فيا فصل بارد، سابت لي 6 مقاريض ومشيت. عارف يا كاظم، مفيش حد في الدنيا دي كلها يستاهل إنه يسمع صوتك. قد ماما الله يرحمها، اوعى تكون فاكر يا ابني عشان هي طلعت عند ربنا تبقى مش سامعانا ومش شايفانا، لا بالعكس، دي بتسمعنا وبتشوفنا وبتحس بينا وبتطمن علينا كل يوم، ونفسها فعلا تسمعك وانت بتتكلم. لو عايز ماما تفرح بيك قوي يا كاظم، سمعها صوتك يا ابني، سمعها صوتك. ما توسع كده بقى، معلش اصل انا ولادي يعني. يا فندم ده مكان حضرتك واحنا متعودين على كده، الاطفال احباب الله، مكان سيادتك يا فندم. اتفضل يا فندم. الله يخليك. اتفضل يا فندم. اتفضل. اصل انت اللي قلت، انت حر. لوجي انت يا بنت. بابا ايه رايك؟ رضا، انت يا رضا، انت يا ست. انا سامع صوت سويد. انا كمان سامع صوت سويد صحيح، انما الصوت ده جاي منين؟ دي مستنيني. الصوت جاي شكله جاي من تحت. انا هطلع تحت اشوفهم فوق. واللبس ده هتروحوا بيه فين؟ مستشفى ابو الريش؟ يلا يا سفل اغيره، يلا يلا. لوجي لوجي لوجي، انت يا بنت، بنت يا لوجي. لا لا لا
نفسك يا بنتي. رضا رضا لوجي. انا اسف يا ام معلش بس بدور على لوجي. لوجي لوجي بابا لوجي. ده موضوع كبير قوي. امشي يا بنتي. ايه العيال دي؟ يوبا يا رضا صرت نلعب فين؟ زي ما الولاد واقفه متنحه كده ليه؟ باشا ليه طموحش قوي يا باشا؟ وانا يتيمه زي كاظم. يتيمه؟ يتيمتي يا شحطه انت. طب بقول لك ايه؟ روحي كده حاولي تفكيها وخلي البنات ينقوا لك اي حاجه تلبسيها بدل الهلاهيج دي. يلا يلا. حاولت اسيطر على الولاد. حضرتك عملت لي كده وقلت لي مكانك سيبهم على راحتهم. حصل او انا رجعت تاني وقلت لك اصل ولادي يعني كنت عايز اكمل واقول لك شياطين. حضرتك قطعتني وقلت لي الاطفال احباب الله. حصل في الاخر انا قلت لك خلاص بقى انت حر. حصل حتى بالاماره وانا ماشي قلت لي ربنا يخليهم لك. حصل وادي نتيجه اللي حصل. انا مستعد لكل التعويضات. الخسائر كلها ابعتها لي. انا اللواء جلال ابو اليزيد مديريه امن الجيزه. ما حصلش حاجه يا فندم. ربنا يخليهم. لا ده حصل وحصل وحصل. ما كفايه بقى يا لوجي. يعني سعادتك جبت لها لبس من نفس المحل اللي اشتريت منه للاولاد. طبعا. امال ما احنا كلنا بشر يا ابني. ده الراجل صاحب المحل كرمني اخر كرم. اصله فرح بالولاد وانضباطهم قوي وخصوصا لوجي. ربنا يخليهم لك يا فندم. بس مش معنى انها طلعت نظيفه وملهاش سوابق يبقى تعمل معاها كده. اسمح لي سعادتك كده انت بتطمعها. ما انا حاططها تحت المراقبه عسوي. ما انت عارفه. قلت له يا واد يا عسوي خليها تحت عينيك على طول في الرايحه وفي الجايه في الطلعه وفي النازله. ولو عملت اي حاجه كده ولا كده تبلغني فورا. وما اقولكش بقى على عسوي وصياعته. ده واد عقر تربيتي. انا ما نبهتش عليكي تنضفي العربيه يبقى ما تقربيش منها. اصل يا باشا انا بحب النظافه. لولين الشاشه.
وقلت وما بهمتش يعني طول النهار، قلت اخلص البيت جوه ادخل على الجراج حتى اسال عيسوي. معلش يا عيسوي، معلش استحمل يا حبيبي. اصل هو كان بيراقبني يا باشا. بيراقبك؟ يعني هو سعادتك ما تعرفش يا باشا؟ معقوله يا عيسوي؟ معقوله؟ احنا عندنا الطبع ده برضو؟ اغرس اغرس خالص يا ولا. انا قلت لك حطها في عينيك مش تحطها تحت عينيك، انت اللي فهمت غلط يا غبي. لا يا سمكيه، احنا ما عندناش الحاجات دي خالص. عندك لعب يا باشا. انت شفتها بتعمل ايه بقى؟ انا ما شفتهاش بتعمل حاجه يا باشا. ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه يا باشا. يا باشا انا مش عارفه بس انت قلقان مني ليه كده. انا مش قلقان، عيسو هو اللي قلقان، حتى القلق مالي وشه. طب ما ساعتك خدت البطاقه وكشفت عليا في المدارية. اه حصل، وطلعت نظيفه. نولين البلاستر. اتفضل يا باشا. طب يا باشا في ايه بقى؟ وهو كل المنحرفين مسجلين عندنا. طب شوف يا باشا حضرتك اللي انت عايز تعمله، يعني لو عايز نمشي يا باشا امشي، مفيش اي مشكله. ايه انت في عينك انت راخر؟ سمعت يا بنت؟ مفيش ماشي، خليك. وانت خد بالك، انا هنا، خد بالك منها. بس هتاخد بالك في ايه؟ هو انت عاد فيك حته سليمه جاتك البلا؟ خد بالك من روحك، اوعى اوعى. ميل وسقيني يا واد عمي، ها ميل وسقيني، انا مش حصان يا واد عمي. ها اشرب بقى براحتك. ها ها مالك فيه؟ فيه؟ هو الواد اللي اسمه ياسر ده لسه لحد دلوقتي بيرخم عليك؟ ماشي، احنا مش هنسكت. انا سمعت ان ياسر هيستنى كوزن بعد المدرسة ويضرب. وليه نستنى بعد المدرسة؟ يلا بينا نروح نضربه دلوقتي. مش هيخلص في الحدوته دي يا ياسر. العب بعيد يا شاطر. العب بعيد انت يا شاطر، مالكش دعوه باخويا. خليكي بعيد انت يا دينا. خليكي بعيد عن الموضوع ده يا دينا. انت مش هتبطل السخيفه بقى يا ياسر. لا طب مفيش ياسر بقى. الو ايوه رضا، ايه الاخبار؟ كله تمام سعادتك يا باشا. الولاد رجعوا من المدرسه. رجعوا يا باشا وزي الفل. ابلغيهم ان وقعتهم سودا وان انا ناوي ابهدلهم. ولادك دول ملايكه يا باشا. ملايكه ايه يا رضا؟ انا شفت كتير وقليل. ايه الصوت ده؟ ما شفت ازاي ولادك يا باشا. يا باشا المدير قال لي على اللي عملوه النهارده، دول دغدغوا المدرسه كل مرة. الراجل حارب مية يمين لرفتهم كله. وانت تقولي لي ملايكة بتتعاجع على ايه؟ ده لحتى يا باشا شايفة واحد طلع له جناحات هناك اهو. دور اخرى رضا، انت صوتك راح فين؟ اسمعيني وركزي معايا، الولاد لازم يتقدروا كلهم. ايه يا باشا؟ العقاب هيكون شامل وحاسم. ايه يا باشا؟ ما هو انا لو فوتت الحكاية دي معرفش بكرة ممكن يعملوا ايه؟ ايه ده فيه؟ انت يا بنت؟ ايه يا باشا؟ ركزي معايا، مفيش لا اكل ولا شرب ولا لعب ولا حركه لغايه اوصل، مفهوم؟ قتلوها ولادي ويعملوها. رضا لو لسه فيك الروح اطلبي بوليس النكده. يرضي مين يا ناس؟ يرضي مين اللي اتعمل في رضا ده؟ حد يرد عليا؟ حد يقول لي يرضي؟ وانتي انت مش منبه عليك 100 مره قبل كده؟ وايه اللي مدلدل منك ده؟ نبهت عليك 100 مره تاخدي بالك. اللي نطلع بيه من الحادثه الفظيعه دي ان ما حصلش اي تغيير في البيت من ساعه ما جيتي. خناقات في المدرسه، تدمير وتكسير واهمال وفوضى شامله في البيت. اللي عمل التصرف الرهيب ده يتقدم خطوه للامام. الله ده احلى قوت قوي، ده انتوا تشكيل بقى. بقى كده؟ طيب
مفيش خروج من البيت لمدة 48 ساعة ولا حتى للمدرسة. ما ينفعش يا بابا، بكرة عيد ميلاد بوجي ولازم نروح له. مفيش عيد ميلاد، ما احنا جبنا الهدايا خلاص. تترمي، وانا ما قلت تترمي يعني تترمي، واي كلمة زيادة مفيش نادي كمان. ايه الصراف؟ يو بقى يو بقى. وانتي حبس انفرادي في اوضتك انت وشعرك، وما تخرجيش من الأوضة إلا لما أرجع بكرة من الوزارة، مفهوم؟ خلاصي. وتفتكري جلال بيه مش هيعرف يجيبك؟ حبيب قلبي منور. كوري جاني جاني قبل اياس اصير في صحن كبير ياكل في بيتي على الصباح يعني. بجرب النطيطة هتنبسط. ساعتك عارف الاطارات مواعيد الاطارات يا عم. يلا الحق زمايلك الوحوش قبل ما. تعال يا حلم اتفضل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. حلم وصل الجنس. سلام عليكم. سلام على طعام رضا. شوكه وسكينه ومعلقه بسرعه. حاضر يا باشا. حماتك بتحبك يا ريس. يا راجل بقى حد يتاخر على العزومه زي دي؟ فاكيد الاطارات مواعيدها بقى. انتوا هتسيبوا الديك ده متكتم كده ده حتى وحشه من حقكم. ده حالا هنفترسه يا ريس. يلا افترسوا من هنا الخبره. انا عايز الديك ده يسمعك ويقول ارحموني بالداخليه. كله كله لا بس كله. ايه يا رضا في ايه؟ معلش يا باشا اصل عندي برد. انت رضا انت مين؟ تعالي هنا. انت ايه اللي عملت كده؟ تبدي ساعتك انا سايبه الاولاد لوحدهم فوق فقلت يعني اطلع عليهم. وايه اللي ملتمك كده؟ عندي برد يا باشا. اطفي وفي وشي كمان. انا دي ايه؟ ما 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 فيش حاجه. هي كتبت الاعدام اللي تحت دي لسه قاعده. اه يبقى انا مش هعرف اقوله. انت كنت عايز تقول له ايه؟ انا لازم اروح عيد ميلاد بوجي. واحنا كمان والنبي انتوا فايقين قوي. دلوقتي ينادولنا ويقعدوا يلعبوا في غدودنا ويحققوا معانا كمان. لا دول الاول هيطلبوا شاي وبعدين قهوه وبعدين عصير وبعدين حاجه ساقعه. ده انت هتتفحتي النهارده يا رضا. واتفحت ليه؟ دي حكايه قلق من اولها. مين عايز يروح العيد ميلاد؟ ها ده شريط فيديو بيوضح الطرق الحديثه للتدريب، وده تدريب على كيفية التخلص من الحصار والأسر. وزي ما انتم شايفين أول مهمة من المهمات هي الحبال، وأول المجموعة هو اللي بيبدأ بالنزول وبينزل بسلاسة وببساطة، وفي نفس الوقت زميله بيعمل عملية تمويه بسيطة عشان يلفت أنظار العدو. جلبي هل تعلم هو همتر مخلوق حلو ظريف همتر يعيش في اي دولاب يسكن مع الاصحاب هل تعلمون ما هو همتر؟ يا همتر احنا بنشتغل قرايه ساده. لوجي اطلعي دلوقتي يا حبيبتي. مو كامو
طلعته برضه؟ اتفضلي يا لويزي لو سمحت، اطلعي فوق اقعدي مع اخواتك يلا. حضرات استاذ الظباط، انتباه للتدريب. الله. بعد كده بينزلوا افراد المجموعه تباعا واحد ورا واحد، وبعد كده بيقوموا بانزال المهمات. تابعوني من فضلكم. لابد من انزال المهمات بمنتهى الحرص. وبعدين بينزل فرد التمويه. تابعوني في اللي جاي بتركيز لو سمحتوا. بصوا معايا، شايفين؟ اخر واحد بينزل هو مسؤول التخطيط، اكتر واحد خبره وكفاءه في المجموعه كلها. كده تكون المجموعه قادره على الهرب من اسر اي عدو. يعني اللعبه ما عجبتكش؟ بقول لك ايه، جهنين دارين القنبله بساعه في قصيده. يعني عجبتك كبير؟ ما تروح احسن. يا شاكر، يا نهار اسود ومنيل، يا شوشو، يا نهار اسود ومنيل. اسود ومنيل ليه يا حبيبي؟ ما هوش الجواز وملون اهو. الله يخرب بيتك، انت ايه اللي جابك هنا؟ جات لي مسج من موبايلك لاست نايت. عمري ما بعت لك مسج الصبح. انا عمري عمري. الله الله يا سيدي، ورجعت نهارك يا سفريا النهارده، وكمان جايبها عاجبك ايه البسريه يا دي؟ ما تطلعوا النبي يا جدعان، ما سمعنا حاجه ابو كمان. لواء جلال بيه، خليكي في حالك. ها، هو حضرتك يعني بتاكلي زينا كده؟ اه عادي. يعني بتشربي زينا؟ ايوه. وبعد الاكل؟ طب ما هو تمثيل عادي اهو. تحبل يا بنت انت ولا ايه؟ يا ست منى، يا موليلي، يا ست منى، يا عيال منى تكا. انا ما بخونكيش. عينيك بتبص كده. في حد يكون حد الصبح؟ ما هو ده اللي غيظني. ودي تيجي فيكي ايه؟ ولا حاجه، دي حته مسلوعه. دي مسلوعه؟ دي مسلوعه؟ دي نيله، دي نيله. يا ستي انا بحبك، صدقيني بحبك. بس زي القمر، زي القمر، وحلوه وجميله. حرام عليكي. برافو يا اولاد، برافو يا اولاد. تعالى اسمك ايه؟ هجيب لك اللي انت عايزه. وانت اسمك ايه؟ انا مش لسه مكلمك دلوقتي؟ Thank you.
بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أطفالي وأطفال الجيران أتقدم بعظيم أسفي واعتذاري لحضرات السادة الضباط، وهحاول أجيب لكم اعتذار رسمي من السيد وزير التربية والتعليم إلى السيد وزير الداخلية. رجعك بتاكسي ما رجعتش بأتوبيس المدرسة ليه؟ يا واد انت مرة واحدة. يا جدع انا بقالي ساعة بتحايل عليك عشان تتكلم. طب قولي بس ايه اللي حصل ولا هظبط لك الدنيا. انا عارفه انك زعلان على امك وعندك حق، الواحد من غير امه ما يساويش، بس برضك البني ادم مننا من غير ابوه ما يساويش برضه، ما بقاش ليه ظهر. وانت ربنا ساب لك ابوك، قول الحمد لله. الحمد لله رضا. في ناس ولا عندها أم ولا عندها أب وتربوا في ملاجئ وضاعوا و... العصابة جت. فيها جدعان؟ فيها كرم؟ أنا مش كرم، أنا كريم. فيها كريم؟ أنا مش كريم، أنا كرم. يخرب بيوتكم، قولي يا سوسة. المدير قال لازم بابا يروح للمدرسة بكرة. أصلاً لو بابا عرف اللي عمله يبقى كاظم الله يرحمه، دول عايزين 5000 جنيه. 5000 جنيه؟ ليه؟ هو عمل ايه المرة دي؟ دغدغ المعمل كله. كله؟ انا مش هقدر اقول له حاجة ولا هقدر ادي بابا الجواب ده. ده جواب ايه؟ ده جواب الرفض بتاع كاظم. هاتيه وانا هتصرف. هتتصرفي ازاي؟ في حاجة رضا؟ حضرتك رايق يا باشا؟ لا مش رايق، ولو عندك أي مواضيع أجليها دلوقتي. أصل في حاجة كده يعني. ناولين صباع موز. اتفضل يا باشا. إيه ده؟ دي صباع دي؟ أنت هبلة يا بنت. أصل حضرتك يعني ليك هبة يعني وتلخبط أي حد يا باشا. هبت هي اللي ملخبطاكي ولا عفرطة ولادي هي اللي ضربت دماغك؟ أقول لك إيه يا باشا؟ ربنا يخليهم لك. في حاجات يا رضا ما ينفعش حد غير يعملها، بس للأسف الحاجات دي أنا مش عارف تتعمل إزاي. أنا طول عمري راجل عسكري، ضبط ربط التزام، لكن الحنان والدلع والطبطبة معرفش يتعملوا إزاي. والله يا باشا عيالك بيحبوك وأكيد هيسمعوا كلامك. ولادي بيخافوا مني. يا باشا يا باشا حابي عليهم وصاحبهم وهم مش هيخافوا منك، وانسى بقى إنك لواء. حلو يا رضا. عارفة أنا اكتشفت إن كل ما بحضن العيال بحضنهم لأن أنا اللي محتاج الحضن ده مش هم. أنت كنت عاوزة إيه؟ صحيح يا باشا، كنت عايزة إيه؟ Thank you.
اتفضلي اتفضلي يا فندم. معلش يعني اصل كتر القعده يعني بتعرف. واضح يا فندم واضح. لا انا عايزك تاخدي راحتك. قولي بقى الواد ده عمل ايه؟ الواد كاظم ده عمل ايه؟ قولي. ها اوعى تكذب عليا. اما والمصحف اخنقك. بتقول ايه؟ مين ده المدير؟ نينا؟ نينا دي يا بنت لوج. انت مش قلت ان نينا توفت السنه اللي فاتت؟ ما انا المرحومه. انا مرحوم تاني ام امها لكن انا ام ابوها. دي نينا مامه بابا دوله تانا في الاحضار. تشرفنا يا دوله تانا. قولي يا دودي. دودي بص بقى خير في سلامه وسلامه في خير واللي يغلط يتحمل غلطه وانت زي جلال ابني قول طلباتك ايه من غير كسوف وانا حفظتك. يا هانم انا عندي تلفيات في المدرسه بسبب كاظم تصل الى حوالي 5000 جنيه. طز ايه؟ يا هانم المساله مش مساله فلوس وبس. لا هي مساله فلوس واحنا مسامحين. خد الله يبارك. يا هانم استني خلاص بقى شيل في جيبك شيل. طيب والادب والاخلاق؟ ادب واخلاق ايه؟ هو الواد كاظم ده بينطق ولا بيتكلم؟ ده احنا كلنا في البيت هنموت عشان نعرف صوته تخين ولا رفيع. يا هانم انا كل اللي طالبه من الاولاد ان هم يحترموا المدرسه. يعني مش عايز الفلوس؟ لا طبعا عايز. هيا رضا بس ايه؟ خلاص يا اختي دفعتي الفلوس وكاظم راجع المدرسه. فلوسي كلها مني يا اختي. ليه وانت فاكراني مين حاول كده؟ يعني هتاخديها من بابا ولا هتعملي ايه؟ يا بنت اسكتي هتفضحينا. ده انت رغايه قوي. خلينا نخرج من هنا. هو الباب بس اسم دودي ده لا عليك قوي. انا اقول لك يا دودي على طول. هتقولي لي ايه؟ يا دودي. اوكي ساعة ما شفتها يوم الاجتماع اللي كان في بيت سعادتك وانا بحاول افتكر شفتها فين واللي معاها في الصوره ده
شركة؟ غالبا يا فندم، عشان احنا جبنا الصورة دي من قطه. هو كان اتمسك قبل كده في سرقة موبايلات، بس هو شال القضية لوحده، ودلوقتي مطلوبين في سرقة منازل. ايه؟ حاجة مين؟ سعادتك اصله كان في حادثة من يجي سنة كده في العجمي، واحتمال كبير يكون هم الجناة. انتوا ما قبضتوش عليهم ليه يا حلمي؟ سعادتك الولد مش لاقينه من ساعة الحادثة، اختفى، والبنت مالهاش سوابق ومش ماسكين عليها أي حاجة. يعني الحل الوحيد انكم تمسكوا الولد ويعترف عليها. تعمل ايه يا رضا؟ ها؟ لا ما فيش، انا كنت بس بوضب هدومي. الله، ايه في ايه مالك؟ ما اصل يعني سعادتك اول مرة تزورني في قطي. يعني يا باشا، هو الشيطان عمل معاك شغل ولا ايه؟ الشيطان ايه؟ الشيطان شدناه في المديرية وتوبناه الدور والباقي على الأبلسة اللي مالهمش ملفات عندنا، بس هيروحوا مننا فين؟ هيروحوا فين طبعا يا باشا. الله، امال الولاد راحوا فين؟ تلاقيهم بيلعبوا في الجنينة يا باشا. تحب انا ادهم لك؟ لا ما احبش، انا هشوفهم بنفسي. هو في حاجة يا باشا؟ في الولاد جابوا نمر كويسة قوي في المدرسة، فاجئوني، عشان كده انا كمان عامل لهم مفاجأة. مفاجأة ايه سعادتك؟ انا خدت اجازة ومن بكرة هنطلع كلنا على المصيف. على فين العادي ساعتك يا باشا؟ اسكندرية. يا ولاد ايه؟ ولد العيل تعمل زيه. يشيل حاجه. يلا 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 يا اولاد، يلا يا رضا، يلا دي، يلا خد يا حبيبي، يلا 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 على بيت تمام. يلا انا نفسي افهم ايه اللي انت عاملاه بنفسك ده. عليك قطار يا بنت. احتياطي يا باشا، بس عشان حساسيه. حساسيه ولا نيو لوك؟ نيو لوك ده يا باشا. الظاهر ان رضا عامله ستايل جديد يا ولاد. يلا يلا جينا اسكندرية اهو. ايه اللي حصل لك يعني؟ ما يا باشا القدر مستعجل ما بيجيش على طول، بياخد راحته يعني قبل ما يجي. انت قلقانة من ايه يا رضا؟ لا يا باشا ما اكون قلقانة من ايه يعني، انا بس هايبة الموضوع يعني، اديني بس 3-4 سنين كده وهتلاقيني اتعودت. 3-4 سنين؟ طب ايه؟ لا يا باشا، لا النضارة والشرب دول بلاش كآبة. ما بلاش يا باشا. بلاش ايه؟ كآبة. انت بتصعبط يا بنت، انت متخيله لو حد من اهلك ولا معارفك شافك كده مش هتعرف عليك يعني؟ ايه ده يا باشا،
انت فاكرني بعمل كده يعني عشان انا بستخبى؟ لا يا باشا، انا بعمل كده يعني عشان الشمس ضربة في راسي والبحر في بقي. اه يا باشا اهو. موبايل موبايل فلاش، انا موبايل اتسرق. ايه بس في ايه؟ انا موبايلي كان هنا دلوقتي. انت كنت لسه بتتكلم فيه. مين اللي خد؟ حد ينادي الامن يا اخوانا. شفتك ما صدقتش نفسي، قلت يا هي الدنيا ضيقه قوي كده. انت عايز ايه يا مجدي؟ قصر قصر؟ اه ما انت عيشتك ارتاحت مع الناس اللي انت جايه معاهم وسابانا سف في الاسفلت. هو انت مش قلت لي انت رايح كفر الدوار؟ بقول لك ايه، سيبك من كفر الدوار وكفر الدوران، اخبار الفلوس ايه؟ موجود. حلوه قوي. واخبار الناس اللي انت شغاله معاهم؟ انت مالك؟ مالي مالي ده ايه؟ انا سامع ان هم متريشين. بص اختي، عشان نبقى عملي انت تجيبي لي نسخه من مفتاح الفيلا بتاعتهم وتقولي لي هيسهروا بره امتى. هنط على الفيلا قلبها، لا من شاف ولا من دير. لا مش هينفع. الحمد لله انا طبت على الشغلانه دي. لا والله. اه والله. هو انت عشان مالكيش ملف في الداخليه والبوليس ما عرفكيش سكه عايزه تخلعي؟ لا ده في قتيل، وانا ما كنتش لوحدي، وعندي استعداد اجيب اسمك في التحقيق وعليا وعلى اعدائي. انت عارف الراجل اللي انا بشتغل عنده ده هيبقى مين؟ هيبقى مين يعني؟ يا رضا يلا بقى. باش ايه؟ باش تمرجي ولا باش تمرجي؟ لا يا رضا يلا يلا عشان نلحق. ايديك يا امي. يعني ايه يا حبيبي؟ يلا بسرعه يلا يلا يا اولاد يا اولاد. كرم كريم لوز تعالوا، انا عايزكم النهارده تعتمدوا على نفسكم. هنزل اسكندريه اشتري شويه حاجات، اوعوا تتحركوا مع البلاد وتخلوا بالكم بعضكم كده. ها مفهوم؟ يلا يا حبايب يا رؤوف. ما تخافش يا باشا، انا هشيلهم في عينيا الاثنين سوا على فكره. لا انت هتيجي معايا. هو الحاجات دي ما كانش ينفع نجيبها من هنا من مارينا يا باشا؟ لا اصل انا عايز اشتريها من المنبع عشان ما حدش يخمنا. ايه يا باشا، او في حد يقدر يخمك؟ شفت بقى انت قلت ايه؟ ما حدش يقدر، ومع ذلك في ناس بتحاول. احنا اللي جبنا المديريه يا باشا. الله، هو انا مدرس كيمياء؟ ما اصحابي كلهم هنا. ما انا عارفه يا باشا. انا هعد على واحد فوق، تحب تيجي معايا ولا تستني هنا في العربيه؟ لا يا باشا انا هقعد هنا، اصل انا عمري ما دخلت مديريه قبل كده. اه طبعا ما انا عارف. اصل يعني يا باشا هيبقى فال وحش يعني لو انا دخلت المكان ده. ايه الكلام الاهبل ده؟ ما يا باشا اصل انا ما بحبش الاماكن دي. هو انت هتدخلي كباريه وبعدين هتدخلي معايا، ولا انت خايفه من حاجه؟ لا يا باشا هكون خايفه من ايه يعني؟ طب يلا يلا انزل. مش راضي يفتح يا باشا. ما هو ما بيفتحش من جوه، بيفتح من بره. يلا يلا يا بنت يلا. بتخبي سرير جلة العدمي في شنطة عربيتي. انت العدمي يا بنت الكلب، بتستغربي؟
اعطيني انت رفضت بس انا اللي اسال هنا انا اللي اسال بس وطول الليل رايحه جايه على الكراج عايز افتح العربيه ايه فخدت نايم على ودي طلع اللي معاك يا بنت الله يساعدك اي حاجه قلبتيها كده ولا كده من البيت عندي والله يا باشا ساعه ما جيت عندكم وانا تبت يا باشا والله تبتي عليا ده الكلام ده اروح امك يا بنت تهربانه من القضيه لحد ما الموضوع ينام وحياه امك ما هتشوف يوم عدل من النهارده حقك عليا يا باشا ابوس ايدك يا باشا ابوس ايدك يا باشا ابوس ايدك سامحني يا باشا الحكومه ما بتعرفش تسامح مش المهم الحكومه يا باشا المهم سعادتك سعادتي سعادتي سامحك بامرتي ايه بامرك ما طلعتيني اهبل يا باشا والله يا باشا مش خاصي فلوس فين يا بنت في الفيلا يا باشا هنا ولا في مصر لا هنا كاملين ولا ناقصين ناقصين 5000 جنيه بس يا سلام على الامانه بص تعالي تعالي بص يا بنت انت من غير كلام كتير هيعملوا معاك تحقيق دلوقتي قسما بعز الجلال لله لو ما قلت كل حاجه بنت عيب انا هدفنك هنا حاضر يا باشا لو هتشيل الليله لوحدك ولا هتعترفي على الواد اللي اسمه مجدي شريكك انا هعمل اي حاجه انت عايزها يا باشا بس بلاش السجن يا باشا طبعا انت عارفه ان انا ممكن ارميك في الحبس من دلوقتي ابوس ايدك يا باشا انا قعدت عندك 3 شهور سبت لي بيتك وعيالك حصل مني اي حاجه وحشه يا باشا ابوس ايدك يا باشا بلاش السجن خلاص بس لازم تسلمينا الواد اللي اسمه مجدي اللي كان معاكي بتبيعينا رضا؟ رضا عمل في الصح وانت احسن لك تسلم نفسك من غير دوشه مامي محدش يتحرك من مكانك بلاش تهور يا مجدي انت كده هتشيل قضيه ثانيه لا ثانيه ما تقدر الفلوس يا بنت فلوس ايه؟ فلوس اللي سرقناها سوا فلوس دي لازم تروح للحكومه يا مجدي حكومه ايه يا حكومه؟ هذه فلوس يا بنت انت عارف لو مسيت البنت ما تخافيش يا حبيبتي انا هديك الفلوس بس بلاش تهور البنت هاتي الفلوس ما تخافيش يا بس يا مجدي انت اخلصي هادي فلوس هادي بنت هادي فلوس هادي بنت هادي فلوس بقولك هادي فلوس بالاسم حد يبلغ البوليس بس انت وقعت في ده حد يبلغ البوليس ما انا بلغته خلاص استعجله اسمع انا سعدت الباشا انا عندي كلام عايز اقوله عن بيت رضا سعدت الباشا اديني فرصه اخبص سعدت الباشا بتضيع ايه لا رضا حراميه وده للاسف انما هي ساعدتنا في ان احنا نقبض على اللي اسمه مجدي وده هيحسن موقفها في القضيه يعني هيسجنوها يا بابا اه طبعا لازم يسجنوها دول سرقوا واحد وكانوا هيموتوه لا انت كداب وهتروح النار رضا مش حراميه انت قللت الادب مفيش بنت متربيه طول لباباها كده رضا غلطت وكان لازم تاخد جزاءها ويلا بقى بلاش دلع مأسخ قوموا كلوا عنكم اكلته يلا انت يا لوشي وانا كمان مش عايزه يا بابا رضا واحده كويسه كل مشكلتها انها ما لقتش فرصه
وانا كان ممكن ابقى زيها. يا بابا انت المفروض تساعدها مش تدخلها السجن. خرجها يا بابا عشان خاطري. انتوا فاكرين السجن ده بتاع ابويا؟ اخرج منه اللي على كيفي. الموضوع ده انتهى خلاص، ما اسمعش فيه كلمه تانية، مفهوم؟ اقعدوا كله يا اقعدوا. مش فاكر. اقعد انت يا ضروف. هي وصلت لكده؟ ماشي. استغفر الله العظيم يا رب. كاظم كاظم تعالى يا حبيبي تعالى، انت اللي هتفتح نفس على الاكل يا ابني. تعالى يا كظومه يا حبيبه بابا. يلا يلا، وانا ندهت لك عشان تبص لي. كل يلا. انت ايه كل حاجه بتعمل فيها كده؟ انت ليه على طول عايزنا نسمع كلامك وانت ما تسمعش كلامنا؟ احنا اهم من الشغل، حتى لو تسيب الشغل وتقعد معانا. من ساعه ماما ماتت ومحدش مهتم بينا، رضا بس اللي وقفت معانا. حبيبي انت بتتكلم يا كاظم، انت بتتكلم، بتتكلم يا ابني، بتتكلم يا كاظم، بتتكلم. سمعني صوتك يا ابني يا حبيبي، حبيبي يا ابني، انت بتتكلم. وعلى فكره رضا هي اللي دفعت 5000 جنيه عشان ما تلفتش من المدرسه. وحشت صوتك يا ابن الكلب، وحشت صوتك يا كاظم. نورت اسكندريه يا جلال بيه. متشكر يا هاني وكتر خيرك، ربنا يخليكم لبعض يا حلمي. اهلا وسهلا يا فندم. دول ال 5000 جنيه اللي ناقصين من الفلوس اللي انتوا ظبطتوها. لا يا فندم انا ما اقدرش اعمل كده، لان الفلوس اتسبدت فعلا في المحضر، وساعتك ادرى مني باللوائح والقوانين. انا عارف اللوائح والقوانين كويس، بس في حاجه اسمها روح القانون. حلمي الفلوس دي دفعتها رضا لابني، يعني دين عليا ولازم اسددها. فلوسك مظبوطه يا حاج؟ تمام يا بيه، 100,000 جنيه بالتمام والكمال، وكل ورقه عليها الختم بتاعي. كمان احب اختم فلوسي قبل ما اشيلها، بس ال 5000 جنيه دول بقى ما لهمش ختم. بس مش مهم، ادام الفلوس كملت كده انا مبسوط قوي. ركز بقى معايا شويه. انت في العرض اللي فات اتعرفت على الواد مجدي، دلوقتي عايزك تبص على البنات دي وتطلع البنت اللي كانت معاها. واحدة من البنات دول؟ ها؟ لا 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 مش منهم خالص. لا متأكد؟ أيوة يا ابني أنا متأكد. يا حاج ركز معايا وبص تاني، متأكد؟ أيوة يا ابني، هو أنا يعني حداري على واحدة حرامية ليه؟ ماشي يا حاج، خدهم يا ابني رجعهم من الحجز. يلا احمد ربنا يا رضا ان الراجل ما تعرفش عليك، والا كان زمانك في القضيه مع مجدي. والموبايلات يا باشا؟ لا دي قضيه اتحكم فيها خلاص، مجدي شالها لوحده وما رضيش يعترف عليك. احنا في قضيه سرقه الفيلا، دي قضيه مفتوحه وكان لازم تخلص، واهو اديك طلعت منها. الحمد لله يا باشا. الحمد لله يا رضا. على الله بقى تعقل يا رضا وتمشي عدل، مش عايز اشوفك هنا تاني. ولا خميس ولا جمعه يا باشا. ولا خميس ولا جمعه يا رضا. مع السلامه. ايه ده؟ انت بتتكلم اهو؟ ايوه. طب ما انت صوتك حلو اهو يا ابني. الايه؟ احلامي
كرم وكريم. صح. شفت بقى الحكومة بتسامح ساعات اهي. والشعب ناوي برضك يا باشا يمشي عدل. بس يا باشا الحكومة كملت بقيت فلوس الراجل. ما سألتيش الراجل ليه؟ رضا على فكرة مكانك لسه موجود. احنا لسه ما جبناش دادا. لا خلاص يا لوشي احنا مش محتاجين دادا. رضا انا كان عندي 6 عيال من هنا ورايح بقوا 7 عيال شياطين. بص كمان مين جايبه رجلي. Oh yeah.